لنقاش الملف الفلسطيني ينضم إلينا الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمر من الأراضي المحتلة. أهلا بكم دكتور. حياكم الله ومرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام. دكتور، ما طبيعة الموقف الأمريكي بعد هذه التصريحات الأخيرة لسفير واشنطن؟ يعني لا نستغرب مطلقا، فمنذ أن استلم يعني ما يسميه الشعب الفلسطيني حاليا هولاكو، ما أن استلم دونالد ترامب سدة الحكم وأحاط نفسه بهؤلاء المستشارين وأيضا بأقاربه وابنته إيفانكا وزوجها كوشنر وآخرون، حتى شاهدنا أن تحولا خطيرا جدا، رغم أن أيضا السياسة الأمريكية أصلا منحازة للجانب الإسرائيلي طوال عقود من الزمن، لكن الانحياز بهذا الشكل الفاضح فقط تم في هذه المرحلة، وهو يعني فاق كل التوقعات. لم تعد أمريكا مطلقا في نظر الجانب الفلسطيني الرسمي على الأقل هي شريكا نزيها على الإطلاق، إنما في نظر الشعب الفلسطيني هي عدو لدود. نعم. يعني الشعب الفلسطيني الآن كفر بالسياسة الأمريكية كلية، بل ويعتبر أن المواقف الأمريكية الأخيرة وخاصة هذا المستوطن فريدمان الذي يسمى سفير وليس هو بسفير، يعني يعتبره الشعب الفلسطيني ويعتبر السياسة الأمريكية إعلان حرب على فلسطين. نعم دكتور، ما الجدوى الحديث على عملية سلام برعاية أمريكية في ظل كل هذه الانحيازات لواشنطن وبشكل علني وبشكل فاضح أيضا أكرمكم الله؟ أختي الكريمة، السياسة الأمريكية سياسة متهورة بكل المقاييس، ليس في فلسطين فحسب، إنما السياسة الأمريكية على جميع الصعد، يعني حتى في علاقاتها مع الدول الصديقة تتعامل معها بمنتهى الاستخفاف. ألم تشاهدوا هذا الدونالد، هذا اللي يسمى ترامب، كيف يخاطب ملك السعودية؟ هلو كينج اي لاف يو، يعني استهتار، ما بعد استهتار، ادفعوا، يو هاف تو باي، يو هاف تو باي. يعني هذا السياسة الأمريكية ليست فقط لا يمكن أن تؤسس لعملية سلام، بل ولا يؤمن فيها أي فلسطيني، ويستحيل أن يتساوق معها أي فلسطيني إلا إذا كان عميلا، أن هذا موضوع مختلف كلية. إنما لا يوجد فلسطيني واحد على الإطلاق على استعداد أن يتساوق مع هذا التاجر اللي اسمه دونالد ترامب. هذا تاجر، هذا يصلح في سوق، لا يصلح لعملية سلام على الإطلاق. لكن في ظل هذه المعطيات دكتور، ماذا تملك الحكومة الفلسطينية سواء السلطة أو المقاومة، ماذا تملك لمواجهة الاحتلال من جهة وواشنطن من جهة أخرى؟ نعم، لا يملك أحد على الإطلاق فوق الكرة الأرضية ما تملكه السلطة الفلسطينية لو أرادت، وإن لم ترد فلا بأس، يعني فلتذهب، والشعب الفلسطيني يمتلك نفس الأوراق. الأوراق هي أنك لا تعرف في التاريخ شعب استسلم أو انهزم إلا إذا هو أراد ذلك. أما الشعب حتى لو كان مثل الشعب الجزائري اللي قدم 1.5 مليون شهيد، الشعب الفلسطيني تقريبا مثل الشعب الجزائري تماما ومثل سائر الشعوب التي تحررت، يمتلك كل أوراق الربح والنصر، والنصر بيده، يسحب الاعتراف بدولة الاحتلال تماما ويسحب الاعتراف بأوسلو. أصلا الشعب الفلسطيني لم يستفتى لا في أوسلو ولا في وادي عربة، ولا يعترف بها ولا يقر مخرجاتها حتى لو تشبث بها البعض، وبالتالي الشعب الفلسطيني بوسعه أن يقلب الطاولة ويبدأ من جديد، ولنبدأ 100 عام جديدة، ولنعد مجددا إلى تاريخنا المجيد وهو تاريخ عظيم جدا في فلسطين، يعني قهر الغزاة. ألا تذكرون نابليون راح في 60 داهية، وصلاح الدين الأيوبي نظف فلسطين من الصليبيين. يعني هذه البلاد متعودة على مثل هؤلاء المجرمين الظالمين الذين لن يعمروا فيها، وبالتالي هذا الاحتلال الصهيوني لن يعمر في فلسطين وسيذهب ويختفي خلف الشمس، هذا يؤمن به الشعب الفلسطيني، وبالتالي الفلسطينيون يملكون أوراق قوية وقوية جدا، ويعني يستطيعون في اللحظة المناسبة أن يخرجوها وأن يتعاملوا معها. إنما قبل الوصول إلى هذه المساعي التي تحدثت عنها من قبل الأطراف الفلسطينية، لابد من مصالحة، كيف تقرأ المساعي المصرية لتحقيق هذه المصالحة والتي تتزامن قبل اللقاء الذي سيكون في البحرين؟
أولا لقاء البحرين خليني أبدأ فيه، هذا سوق نخاسة يعني رخيص جدا، وسبق وباع يوسف ابن فلسطين العظيم والجميل وأصبح عزيزا في مصر، أصبح ملك مصر كلها، باعوه بثمن بخس وأنتم تعرفون هذه القصة. لكن سوق البحرين أقل خسة أيضا من سوق يوسف عليه السلام في القاهرة، وبالتالي سوق بدأ فاشلا وسينتهي فاشلا. والبحرين يعني أحسن لها تهتم يعني بأمورها الداخلية، لديها مشاكل كفاية فلا تلعب بأمور الآخرين، هذا أولا. ثانيا بخصوص المصالحة، أصلا أمر مخجل أن يتحدث أحد في الدنيا عن المصالحة. الشعب الفلسطيني منذ عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو متصالح مسيحي ومسلم، وعندنا عهد عمرية، والشعب الفلسطيني المسلم أصلا متصالح أكثر من أي شعب آخر في الدنيا، متصالح مع بعضه، لا يوجد انفصال في الشعب الفلسطيني على الإطلاق، ولا يوجد انقسام. الأسرة الواحدة فيها هذا يعني الابن من هذا الفصيل وهذه البنت من ذاك الفصيل، والأب فصيل والأم فصيل، وكل يتعايش بحب ووئام. بعض الرؤوس المتعفنة في القيادة الفلسطينية هي المنقسمة، والشعب الفلسطيني يتمنى أن لا يحصل بينهم مصالحة، وخاصة أن الأشقاء في مصر يحاولون عمل هذه المصالحة عبثا. أنا أقول لهم عبثا تحاولون، وننصحكم أن لا يعني تنشغلوا كثيرا في هذا الموضوع. أصلا انقسام القيادة الفلسطينية كان رحمة بالشعب الفلسطيني غير المنقسم، وبالتالي لنا تفسير آخر لهذه الأمور. نحن في القدس العاصمة الفلسطينية الأبدية موحدون، ويعني أشقائنا في تركيا يدعموننا إلى أبعد الحدود، ثم أننا في الضفة وقطاع غزة وال48 موحدون. إنما بعض القيادات الفلسطينية اتخذت لنفسها سبيلا بأن يعني تحمي المستوطنين، كيف بدك تتصالح معهم؟ هذا سؤال كبير وكبير جدا، وبالتالي ليس ضرورة أن يكون هناك في القيادة الفلسطينية مصالحة. المصالحة فقط تكون للشعب، والشعب متصالح مع نفسه، متصالح مع ربه، متصالح مع قضيته، مع عاصمته، وبالتالي على الأشقاء في مصر ما يغلبوا حالهم. إلى أين تتجه الأوضاع بعد التطورات الأخيرة في القدس والاقتحامات المستمرة للأقصى وكذلك في الضفة بعد هذه التصريحات لتوسع في الضفة الغربية المحتلة؟ يعني هذا لفريدمان، هذا ما يسمى السفير، نطق هذه الكلمة، يعني من يقرع الباب يسمع الجواب، هو سمع الجواب على كل الأحوال، هو مستوطن وحاقد بكل المقاييس. وأيضا يعني سلطات الاحتلال لم تقصر مطلقا، أصلا هي تواصل نفس سياسة قضم الأراضي والاستيلاء والاستيطان على أوسع نطاق. لكن نقول لهذا الاحتلال، إذا كانت دام قبلك 18 احتلال للقدس وفلسطين فسوف تدوم، لكنك لن تدوم، سوف ترحل عن هذه الأرض شئت أم أبيت. الأمور ردا على سؤالك الكريم تتجه نحو سقوط الأقنعة تماما، وكفر الشعب الفلسطيني بكل محاولات بيع قضيته من البحرين حتى وادي عربة، مرورا بأوسلو هذه الكارثة الكبرى التي صنعها الفلسطينيون بأيديهم، ثم وصولا إلى مؤتمر السادات هذا في اسطبلات داود في أمريكا. كل هذه الأمور ذهبت أدراج الرياح، وبالتالي تتجه الأمور نحو عملية فرز كاملة. أنك تسمي فلسطين فلسطين، كان اسمها فلسطين والآن اسمها فلسطين وستبقى فلسطين. المشروع الصهيوني عليه أن يفلس ويعلن الإفلاس ويلحق بالاتحاد السوفيتي في 60 داهية. هذه هي الرسالة التي يؤمن بها الشعب الفلسطيني كله بكل فصائله، لا نستثني أحدا، كلها فصائل عظيمة ووطنية وممتازة. لكن نحن نقول أننا غير مستعجلين، وليس لدينا مستعجل يرفع الراية البيضاء ويذهب ويوقع 80% من فلسطين ويكتفي ب 20%، ويا ريت نتنياهو قبلان بال 20%. يعني هي اتفاقية أوسلو أصلا لا تمنح الفلسطينيين إلا 20% من فلسطين. الحمد لله لسقطت أوسلو، والشكر لله إنها لم تعد موجودة ولا حدا بده إياها أصلا. والشعب الفلسطيني يريد فلسطين كما عرفها، جميلة عظيمة من بحرها لنهرها، وبالتالي الأمور تسير كما تسألين أختي، تسير من ممتاز إلى أفضل، وسيأتي اليوم يوم التحرير، هذا ما يؤمن به كل الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لكم الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمر، كنت معنا عبر سكايب من القدس المحتلة.